تقنية خضوري، وسيستمر لمدة 3 أيام. كبريات الشركات المشاركة في هذا المعرض منها من هو شريك أساسي وشريك داعم، وأيضا هناك من هو مشارك أيضا سواء كانت منتجات زراعية أو غيرها من المنتجات الصناعية، سوف نشاهدها غدا في المهرجان. ولكن المزيد من التفاصيل والعروض والمفاجآت الجميلة ومزيد من التشويق سوف يتحدث عنها ضيفنا المتواجد معنا من الاستوديو محمد خريس، مدير شركة إيفنتيف لإدارة الحدث، وهي المنظمة للمهرجان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين في طول كرم الحبيبة. ونحن الآن بدأنا في التحضيرات النهائية، ودعيني أقول استقبال الشركات على أرض جامعة فلسطين التقنية خضوري في طول كرم، وهي تنزل بضائعها تحضيرا لمهرجان سيكون الأكبر منذ سنوات عديدة في طول كرم. ربما على المستوى الشخصي وعلى مستوى شراكتنا مع خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، نعتبر هذا المهرجان مثابة حلم متحقق، يعني بمعنى أنه دخلنا فعلا على خارطة المهرجانات والمعارض بنشاط أتوقع أن يكون الأكبر أو من كبرى النشاطات في المحافظات الشمالية، ليس على مستوى الحجم والمساحة. يعني المعرض يقام على 1000 متر مربع مساحة المعرض، هناك أكثر من 50 مصنع وشركة يمثلوا كبرى المصانع والشركات. ربما موضوع مهرجان الزيتون وارتباطه بالصناعة الوطنية، يمكن تحدثت سابقا أنه شجرة الزيتون دائما في حسنا الوطني ليست مرتبطة فقط في الزيت، هي مرتبطة بالجلسة تحتها بالبعد الوطني. صحيح. الزيتون هو فلسطين. نعم، فبالتالي كان المشاركة أنه توسيع النطاق، خصوصية الزيتون ليس فقط من منتجاته، الزيتون أو الزيت هو شيء فلسطيني، فبالتالي هو مرتبط بمنتجاتنا الفلسطينية، وهذا الأمر ارتد على مستوى المعرض بمشاركة متميزة من كبرى المصانع. ودعيني أقول يعني نفتخر أن النسبة الأكبر هي من المصانع الكرمية التي تعتبر الأكبر على مستوى حتى محافظات الوطن، يعني سواء على مستوى الشريك الرئيسي مستوى الصناعات الإنشائية مصنع الوهر، أو مستوى شركات القطاع الغذائي لدينا شركة عزيزة الإسلامية، وأيضا على مستوى نوعية المشاركين وتنوعهم. وأيضا المعرض يضم صناعات من الجنوب إلى الشمال، يعني من الخليل إلى الجنين، يعني لدينا مصانع وشركات تشارك للمرة الأولى في الشمال الفلسطيني من الخليل، يوم موجودة هي في طول كرم. هذا الأمر سينعكس على مستوى المعرض، أنه الزائر لن يجد فقط الزيتون والزيت ومنتجات الإنتاج المنزلي المرتبطة به، لا، أيضا هو فرصة له ليحصل سواء يتذوق هاي الصناعات أو يحصل على عروض ترويجية جدا رائعة، فبالتالي هي ستكون أيضا فرصة ترويجية مهمة. على المستوى الثاني اللي هو على هامش المهرجان، الحفلات. الحفلات أولا هي مجانية بالكامل، يعني هي أولا، وهناك يعني اختصاصات، هناك حفلات مخصصة فقط للعائلات في تركيز لنا على مفهوم العائلة مع كبرى فرق الأطفال من فلسطين، ستكون موجودة وستكون جميع الحفلات أيضا مجانية. المفاجأة الثانية يمكن بالضبط أنا حاسة أنه هو بدخل عن مفاجآت. قبل أن نحكي عن مفاجآت خلينا بالضبط كرسالة كرسالة لهذا المهرجان، يعني لا شك أنه كونه أنت ركزت على فكرة أنه هو الأول في طول كرم، هو كان بمثابة حلم سواء لشركات كرمية أو حتى كمواطن كرمي هو راح يزور هذا المهرجان. فعليا الرسالة الكبيرة اللي بتحبوا توصلوها من خلال هذا المهرجان لكل زائر سواء كان كرمي أو كان من خارج طول كرم. صحيح، يمكن أنا أحكي، خليني أحكي لك البداية، بداية التفكير في الموضوع، يعني عندما دعونا في الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة طول كرم، ومحافظة طول كرم جهد كبير منهم المهرجان يقام تنظيم منهم، كانت فرصة تركيز أولا كسر النمط، تركيز على طول كرم ليست محافظة، هي محافظة تفوق، يجب أن تكون متفوقة بكل شيء، نعم، كل شيء بنشاطاتها مهرجانات. وهون كان التحدي الكبير اللي وضعونا أمامه، واللي كانوا أيضا من خلال دعمهم المستمر وضغطهم سواء موضوع الرعايات والشركات والفندريزنج أو حتى على موضوع المتابعات والترتيب وتسهيل كل المواضيع، وأيضا اللجنة اللي شكل عطوفة المحافظة اللي بتضم كل المؤسسات. أنا برأيي في حالة جدا مهمة، دائما كنا نتحدث عن موضوع المؤسسات، اليوم في حالة شراكة بين المؤسسات اللي كان يعني ما ستشاهدين، وغدا أنا برأيي هذا هو نتاج هاي الشراكة سواء واللي بترأسها عطوفة المحافظ واللي بالشراكة كمان مع الغرفة التجارية مع كل المؤسسات. هاي الحالة خلقت حالة كتير مهمة، ورسالة جدا مهمة إنه نوصل إنه فعلا طول كرم قادرة
على استقبال هاي الأعداد الكبيرة من الزوار، قادرة على تنشيط الوضع الاقتصادي، وهي أيضا ردة فعل أنه إحنا ما بنقبل أنه في حالة ركود اقتصادي يجب أن تكون هناك مبادرات نوعية. وهي يمكن دعوة يمكن أنا سمعتها من عطوس المحافظ ومن رئيس الغرفة، أنه ليس فقط على مستوى هذا المهرجان، دعوة لجميع الشركات، دعم لكل المبادرات التي من شأنها تنشيط الحالة الاقتصادية. وأيضا يمكن طبيعة هاي النشاطات والاستقبال الكبير من الزوار من خارج المحافظة هي ستعكس صورة إيجابية، سواء زي ما قلت على المواطن الكرمي اللي هو بتفاعل إيجابا، على المواطن الفلسطيني سواء من إخوتنا في الداخل الفلسطيني أو من جميع المحافظات اللي راح يزور المحافظة، وأيضا على المستوى الرسمي والقطاع الخاص اللي راح يشوف فعلا أنه قدرة كبيرة من طول كرم على استضافة مثل هاي النشاطات. نعم. طب يعني محمد أنت يعني تتحدث بهذا الحماس وواضح قديش ربما هو لأول مرة يقام هذا الحدث في مدينة طول كرم، وأنتم كشركة منظمة تقوم بإدارة حدث في طول كرم، قديش حسيت انه فعلا هناك في شغف من هذه المؤسسات المشاركه في طول كرم انه والله احنا في طول كرم عندنا ركود اقتصادي، احنا بحاجه ان نحرك البلد شوي، احنا بنحاول حتى بالفتره الاخيره في طول كرم انه قديش بيحاولوا يعملوا كثير من الاحداث والمناسبات لحتى نحرك هالسوق ويستفيد منها الكل. الشركات اللي انت يعني او خلينا نقول اللي مشاركه عددها مثلا على سبيل المثال، قديش حسيت انه هي عندها شغف انه بدنا نشارك وما بعد ذلك سيكون هناك ايضا فوائد سوف تعود على المدينة؟ شوف تسنيم، أنا بدي أحكي يمكن عن هذا المهرجان من هذا المنطلق، يمكن أنا أركز أكثر على موضوع الشراكة. عادة يعني بتعرف المحافظة والغرفة يمكن داعمة لجميع الأنشطة، اليوم هي شريكة ومنظمة. الجهات الأخرى اللي هي بنحكي المؤسسات اللجنة التحضيرية يوم بيوم يعني كانوا متابعين معنا على مستوى الدعوات والتفاصيل، وكنت هاي حالة الشغف كنت أشوفها عندهم. النقطة الثانية، هذا النشاط ليس على المستوى المحلي فقط، يعني خلينا نحكي هو ليس فقط من خلينا نحكي من الشركات والمؤسسات والمحلات المحلية، لا، اليوم في شغف كبير أيضا من كبرى المؤسسات والشركات والبنوك حتى من المحافظات الأخرى، من محافظات الوطن جميعها. اليوم عندنا مشاركين 3 بنوك، جوال والاتصالات، القطاع الصناعي، وهدول جميعهم يمكن الشغف اللي عندهم راح ينعكس خلال أيام المهرجان. صحيح. بالهدايا والجوائز والنشاطات، يعني أنا شفت التحضيرات اللي بيجهزوها، يعني دائما كنت أنا أحكي في النشاطات كيف بدك تقيم معرض، إنه لما تشوف إنه الشركات عمالها بتعمل سبيشال ديزاين يعني ديكورات خاصة. صحيح. بتجهز والله حالها بقوة على هذا الموضوع، اعرف إنه في شغف كبير واهتمام كبير. أنا برأيي يمكن هذا المهرجان يمكن مش لازم أنا أحكيها بصفتي المنفذ لهذا المهرجان أو حتى نيابة عن المنظمين، ولكن أنا برأيي نجح حتى قبل أن يبدأ، إنه كسر حالة من الجمود في العلاقة بالضبط بين طول كرم وبين هاي المؤسسات جميعها، وخلاها تعيد الثقة في محافظة طول كرم ووضع طول كرم على الخارطة. وهذا يمكن انعكس على مستوى التأكيدات الكبيرة، إحنا عنا غدا من جميع الغرف الصناعية التجارية من كل محافظات الوطن راح يكونوا موجودة، راح يكون عنا من الداخل الفلسطيني كثير من الناس اللي كانوا متابعين ومبسوطين على نوعية شغل. هذا يمكن انعكس يعني خلينا نحكي على جميع حتى المنفذين، يعني يمكن احنا كشركة منفذة كنا معنيين في كل التفاصيل وحسينا في ضغط كبير علينا. المتابعة اليومية سواء من رئيس الغرفة ومن عطوفة المحافظة بشكل يومي، وجودهم بين الكل. الشيء الثاني على مستوى الشريك الإعلام، مثلا أنا مش عشان موجود تلفزيون الفجر، أنا شايف شو التحضيرات الكبيرة والمفاجآت اللي مجهزينهم، ويمكن أنت قاطعتيني حتى على مستوى المفاجآت اللي ما انتهت، يعني من امبارح بالليل واليوم أنا عمالي بحس بحالة يعني عكسية. عادة لما تساوي نشاطات أنت بتشوف حالك أنت بتلحق وبتحاول تقنع الكل إنه والله تساوي، لا، اليوم الكل بده ايش بدي اساهم، ايش بدي اساهم، ايش بدي اضيف للإشي. يعني فعلا هذا المهرجان يمكن اكبر مسؤوليه، انت لما تحمل اسم طول كرم هذا اسم كبير طبعا. اليوم انا برايي فعلا الكل حاسس انه هذا الموضوع خاص في طول كرم مش خاص في حدا، فانا بتمنى فعلا انه بكره ينعكس حتى على حجم الحضور. وصدقوني انه انا من خلال شاشتكم بحكيها، اي زائر بكره فعلا راح يشوف فعلا شيء جدا جميل جدا رائع، وراح تكون تجربه رائعه له فعلا، سواء له او لعائلته او لاولاده، تجربه تسويقيه، تجربه على مستوى الفعاليات. نعم. هلا كمان ممكن نحكي فيها. هلا انا قطعتك وراح اوصلك يعني عشان ما تحسبهاش علي نقطه. بالنسبه لهناك مفاجات احنا اكيد ما راح نحكي بتفاصيلها، لكن كحد هيك هنتات يعني ممكن احنا. شوف انا بدي احكي اول شيء، احنا التحدي الاكبر كان من البدايه انه كل الحفلات مجانيه، يعني بمعنى عاده مهرجانات بيكون في رسوم رمزيه كذا، لا كان كل الحفلات مجانيه، فبالتالي هي متاحه للكل على هذا الموضوع.
الشيء الثاني اللي هي على مستوى الأطفال، الشيء الثاني على مستوى الحفلات اللي هي المسائية اللي هي بتبدأ الساعة 6:30 اللي هي بالنسبة للفرق. من أول يوم إحنا كنا عاملين حفل الختام للفنان علاء الجلاد، اليوم هاي من خلال شركة تكون بعلنها إنه مش راح يكون بس بالختام، علاء كمان راح يكون معنا بالافتتاح اللي بيحتفل من أول يوم راح يحتفل، وراح يكون كمان يوم الاثنين، والمفاجأة اللي مش راح أعلنها راح تابعون خلال الشاشة، من يوم الاثنين راح يكون كمان في معاه فنان تاني أساس نعطي زخم أكبر وأكبر الحفل الختام. على مستوى الأيام كلها راح يكون عندنا فرق دبكة، راح تكون في عنا فرق شعبية ومغنين، راح تكون كثير من المفاجآت. فبالتالي هي راح تكون زي ما حكيتي أنت كمان حتى على مستوى الترفيهي تجربة رائعة لإلك، أنت بإمكانك تيجي تتسوق وتوكل وتنبسط أنت أولادك وتقضي فعلا يوم أكيد. رائع وتجربة على مدى عدة ساعات في جامعة فلسطين التقنية ابتداء من بكرة وعلى مدى الأيام، راح تكون فعلا إن شاء الله تشكل إضافة كثير نوعية للمحافظة وتحدي كبير إلنا كلنا. وأنا يمكن لمطمني إنه شايف قديش معك، وأنا ما بدي أحكي جنود، قادة معك جنب لجنب، سواء على مستوى المنظمين سواء على مستوى الشركات المؤسسات الرسمية، الشركاء كلهم كل حدا بتحسه قائد وحامل العلم أو راية المهرجان وعماله شو بده يضيف، سواء ملاحظاتهم سواء التسهيلات اللي بيقدموها لإلنا. وأنا برأيي هذا الإشي إن شاء الله راح ينعكس بكرة بشكل كبير. محمد تحب تحكي كلمة أخيرة لأهل طول كرم من خلال شاشتنا؟ أنا أول إشي بدعوهم، مش بدعوهم إنه بكرة لازم يجوا، هم اللي بدعوا الناس يعني أكيد. أنا هم بدعونا وبدعوا الكل، أنا بتمنى الكل يكون موجود بكرة ابتداء من الساعة 12 لغاية الساعة 8 يستقبلوا ضيوفنا. بدعوهم إنه مش بس إنهم يجوا كل يوم لازم يكونوا موجودين، لا أنا بدعوهم يدعوا كل أحبائهم أكيد. كل أقربائهم كل أصدقائهم سواء من خلال صفحاتهم، بدعوكم بدعو الكل اللي بشوفنا على السوشيال ميديا، إنه من خلال الدعوات من خلال الزيارات اليوم، إنه الكل إنه فعلا أنا برأيي هذا مفخرة لطول كرم، فرصة إنك تدعي الكل تحكي له تعال شوف شو اللي موجود عندنا، نشارك الفرحة كلنا، فعلا نثبت إنه بكرة كمان مش بس على مستوى التنظيم والجهد الكبير من كل الجهات. أنا بشكر من خلالكم منظمين هاي المهرجان محافظة طول كرم والغرفة التجارية الصناعية، الشركات والمؤسسات الرسمية، الشركة اللجنة التحضيرية لهذا الموضوع، بشكر كل الشركاء والرعاة اللي فعلا خلونا حققوا هذا الحلم أكيد. وكمان بشكركم خلال شاشة تلفزيون الفجر، كان أنا دائما بشكركم كنت على كل فعاليات لأنكم داعمين وشركاء دائمين لإلنا، بس فعلا اليوم في طول كرم أنا برأيي يمكن كنا نحكي فيه تحت الهواء وقابل وإحنا مخطط وإحنا دائما يمكن يسري بعد إنه كنا وإحنا أو تسنيم أو أنت كنا نحكي إنه ليش ما يصير هالإشي عنا في طول كرم صحيح. اليوم أنا بقول لكم إنه فعلا هاي حققنا وهو الأول ولن يكون الأخير، وإن شاء الله مش بس على مستوى مهرجان طول كرم، إن شاء الله طول كرم فعلا على السنة القادمة تكون فيها كثير من الفعاليات. كمان أنا بس بدي أحكي نقطة مهمة يمكن للي بيشوفونا حتى من خارج المحافظة، طول كرم جوها جدا رائع خلال هالأيام فرصة رائعة نعم أكيد. يعني إذا كانت برد فعلا هي الجو دافي بتقدر تكون مطمن، بتقدر تيجي أنت وولادك وتطمن إنه على مستوى الأجواء، ومش بس من خلال المهرجان، إذا بتقضي ساعتين بتقدر تقضي بقية نهارك أو مسويتك أكيد. كثير في أماكن رائعة في طول كرم ممكن إنه يشوفها أكيد. والجو حاليا يعني بنقدر نقول لأهل الخليل على سبيل المثال صحيح. إنه حاليا الأجواء في طول كرم هي بتشبه الأجواء الصيف عندكم في الليل صحيح صحيح. فأتفضلوا زورونا أكيد، إحنا جدا سعيدين إنه يكون فعلا هذا المهرجان على أرضنا، إحنا بنقول وكلنا إنه إحنا اليوم هذا المهرجان على أرضنا وسعيدين جدا في إنه إحنا نشتغل معك، مش أول مهرجان ولكن هذه المرة متميز أنه على أرضنا في ملعبنا خلينا نقول. وتعالوا زوروا هذا المهرجان، لأنه قديش أنت بتزور هذا المهرجان كل يوم، قديش أنت ممكن فعلا تعطي قيمة وتضيف قيمة مضافة فعلا لهذا المهرجان. شكرا جزيلا محمد خريس. شكرا شكرا. وأيضا مشاهدينا الكرام، إحنا ما خلصناش لهون، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.